المفعول ليش ما يسوي؟ لا ما يرضى، هو حاكم يعرف ويبي الهدوء، يبي لما ما يرضى على عياله، ما يرضى بطاهم، يحاول ويحاول، عسى الله يهداهم يا رب ان شاء الله ويصلحهم، لانه ما يسخفهم. كل ابو وكل ام ما يسخفهم بعيالهم ولا يفرقون. احنا انا لابو بيبي عندي، احنا انا اربعه اولاد، باخذ اثنين بحبهم واثنين بهملهم. يحطون في خاطرهم ولا ما يحطون؟ نبي الله يوسف ليش كتب اخوانا في البيت؟ ما حسد، لان كان يتيم وكان يحب يحن عليه، فحطه في خطرها وسوى له مكيل وقطه في البير. لا الاب يحب الاول والتولي. ما حسيتي مثلا يعني في ناس عندهم، في ناس يعني حاشي حصلوا اكثر منكم؟ حاشي والله يمه حاشي، ودفلوا بعد على العمر طويل وسنين دايمه مره واحده في المتحف، يمكن تذكروا اي شيء. لبست له الثوب الجلابيه الحمراء والثوب الابيض منقد، وقفت وسلمت عليه وقلت له ذاك الكلام اللي في قلبي، وطرش لي نص وقال يا حسن ايش عندك وايش ما عندك؟ قلت له على امره طويل وسنينه دايمه، عندي شيء يسترني، عندي الرأيل وعندي العيون وعندي البيت، اللهم لك الحمد والشر. سلموا عليه وقالوا له حسن ما تبي الا سلامتك وشوفتكم عن الدنيا كلها، لان احنا في حما الله سبحانه، ثم في حما حكمنا ودتنا احنا اهم يبن يوم الصلاح ويبن زياده او يبن قصر شيء، مو عليه مو عليه عنده في تحاور في، وانا صدق ما يمكن دارسين احسن مني على ما قلته والله. انا ما قاعده اقاطعك، انا قاعده اخل اسمع هالراي وهالحكم وهالحكي ويطلع من القلب. بنتي الله يخليك، لكن ما عليه في حوار ما يخالف قصركم شكم والله نسويها اليوم في ديرتنا، هذه مكانية مكان عيوننا، هذا مستقبل احفادنا. شفتي الاشرطه اللي حطوها التلفزيون اللي فيه طاق اللي في الجامعه؟ شيء تشوفه وشيء يقولون لي العيون لا تشوفينه يمه، لان قلبك ضعيف ما اقدر اشوفها شيء، ما اقدر اشوفها. واللي شفتي شنو حسيت؟ والله انا ما شفت، ودمعتي والله وكل ربكم انها ما تبند، كل يوم اصيح اصيح على من؟ على ام العوده اللي حضنتنا كل ابونا ولمتنا كلنا وصرنا كلنا اسره واحده، تو اخذنا وعشنا وكلنا وشربنا في كل شيء. هرمي على القلب. عورت قلبك على البحرين يا والله يما كنت كل ما شفتي روحك. طب خليني رونا صوتك والله اسكت. لا ذكره ذكره ذيك الايام ايش حسيتي ذاك اليوم يا ام حسن؟ حسن يعني مأساة مأساة، يعني اقول حق جنتي مرت حسن اقول لها احس كانه في كابوس في حلم نايمه وبصحى منه، متى بصحى من ذي الحلم؟ وانا في الليل لين ارقد الدنيا كلها صك علي، قلقه فين وذق الصدر. ليه قاعد تصبت؟ الحمد لله رب العالمين. صار يما ايش ما صار؟ قولوا يما الحمد لله. يعني كنا في مأساة. وانا حكيت حصلت لي فرصه في الريده وحصلت في التلفزيون بالزور دخلوني، قلت يا امي كل امه تحب بنوها، اخذوا عيالكم يا امي، حضنوا عيالكم قام يرضى عليهم وانا ارضى عليهم ولا حد يرضى على قطره دمعه من عيون واحد من عيالي. حاكين امهاتهم امهاتها الشباب. اي والله اي والله حسن ما نسمع من اتكلم والله اقول لهم، اقول يا امي كل ام ربتي من يوم وهي كبيره والحين استوى ريال، الحين تحضنينا؟ انا يوم ذاك الايام قام يصبيني كل نجحت يا عمي بلسانك يوسف، قال يما بنروحك وكل رايح ربعنا، قلت يما اللي سلمك والله امت في السفر في السفر يحسون في سفنه الشباب الاولى ماشيين بنصير واحد يعقوب اخر واحد، والله العظيم ليل ونهار انا اصيح عليه، خصه اذا وقت اللي ما يحوشين هو في البحر يتمون 8 ايام مرجان في السفينه، فما تصير اتصال بيني وبينه، فتلقيني ذاك الايام فصادتني يعني شو اقول لك اعصاب، لانه لا بحط هذه بعد رايح في السفر ورايح في مكان عمل. انا 12 شلون هذه الولد اللي 12 بنت ولد وبرامج عندهم وحفلات واناس، وانا وكلي ربك ان في حوله ما يعلمها الا الله سبحانه. شلون عيل هذه الام اللي تشوف ولدها يطلع كذي؟ ولا فكرت فيه وجربي اقول مري اقول له بس قعد هناك وبطرش لك بيزوت بطرش لك فلوس وقعد هناك ما بقي هنا يخف عليه فنون قطعه من يوفي ذي
شنين خواتي يلي سمعوني فديت قلبكم منو هم اعطيهم الكلمه العدله اعطيهم النصيحه هي على العيون هي عليهم انا عيال السكه يعون قلبي انا عيال السكه يعون قلبي عيال احس بهم ينتمون لي وكلي ربتي احس انه ينتمون لي احب احضنهم واحب ألمهم. دشيت على اللي هو في المدرسه يوم روحت لهم هناك وعلمتهم وقلت لهم يا امي اول ما نتصل يا عيوني نتصل بالله سبحانه لان الله اقول لهم ادون الحين بتضحكون علي ضحكوا كيفكم اقول الله سوى بالكمبيوتر الكمبيوتر تدرسون فيه هذه مسويه بني ادم فلما يخترب تودون حق بني ادم يسوي هذه مسويه يا عيوني رب العالمين فاحنا لو صاب من شيء نتجه حق من هذه صيدة صيدة عطر تعبون متأثر نتصل بمن عيوني نتصل برب العالمين هو اللي صلح اللي ها عقب رب العالمين نصلي له ونطلبه ان الله يحفظ البحرين ويحفظ قيادتنا ويحفظنا جميعا يا عيوني لان احنا يا عيوني في سفينة واحدة ترى لا تقولون ترى احنا كلنا واحد لا حد يفرق ولا حد يترك لكم على طاولة من انتم في الصف الروضة الين تروحون الجامعة الين توظفون كلكم خوات واخوان نحب بعضنا وين بنروح عند بعض يا محسن هذا احنا داعت والديك سفينة بتجمعنا كلنا لو ما حد ما حد يلقي الثاني ولا حد يلقي الثاني ولا حد ما حد اصلا الله يهدوهم يا ربي يا عيالي بعدين طاعت الوالدين عشان والديك اللي يدعو لك أعطوش رب العالمين كلمة خلوك تدرسين في الصف ها؟ ايش ايتي ايه وانا اروح دهر احب العيون ايه احبهم وكل احاول اتواصل معهم اقول لهم الجيل القادم مع الحديث ايه هاي شيء تواصل حلو وادش اعلمهم وحقب عقب الوالدين المدرسة يا عيوني لا حد يقول مدرسة قالت والله ما حد مدرسة سوى يا عيال هاي مدرساتكم هذه أمهاتكم يعلمونكم أنتوا تطلعون شوفوا الياهل الوقت الروضة كأنهم قاموا ما تشوف شيء لو كنا شوي شوي هم يعطونها البصيرة شين البصيرة يا عيالي يعلمونك الكتب أنتوا ما تعرفون أول يعلمونك تكتبين يعلمونك تقولين ما تعرفين يا حسن تقولين ما تعرفين شوي يعني أطلع أطبني كلمة لا ما شاء الله يعني ما شميتهم فيك بالعكس يتعلمون منك والله يا حسن يعني انا اقول الارض اللي انبتت هالنبته الحمد لله الارض اللي عروقها يعني واصله مثلك وشروات الله يخليك يا امي ما عليك قصور في يد قلبك والله يا محسن عطيتي دروس في الوطنيه عطيتي دروس حب البلد عطيتي دروس في التبرع وفي التطوع وشلون اللي قالت البحرين شلون تلبين نداها اقول لك يا ابني ذيك اليوم وحده اللي تقول لي محسن قلت لها امرأة تقول انا بروح الدور يسوون في الدور قالت انا هلكت احس احنا وصلنا الضغط هنا وانا باخذ صوره قادتنا وبروح بها الدور وين؟ اي شنو قالت خلي يسوون في اللي بيسوون بس انا ضغط ارتفع لي احس كلش ما اقدر اصبر قلت لها حبيبه قلبي ذكري الله وحطي الرحمن في قلبك وسبحي وهللي واستغفري هذا استغفارك لك ولهم حق الاولي والتولي الكل احنا متضايق انت متضايق وهم متضايقين ترى وايد ناس حتى مثل هذه نعم خايفين وللحين غلقه في صدرهم وللحين ما يبون يطلعون شو تقولين لهم بلين؟ اقول لا يقعدون يطلعون التلفزيونات قلت لهم انا كم مكان اروح اقول لك قاعدون تطلعون هذا التلفزيون وين راح تكلم على التلفزيون فخلوا شويه طلعوا الاخبار بس خلاص قبل الاخبار يعني ارتاحوا رايحوا الحمد لله الدنيا بخير والدنيا صارت عاديه طبيعيه وكل شيء صار الحمد لله رب العالمين رب مثل ما كنا باذن الله باذن الله امي باذن الله الله قادر الله سبحانه ما بقول ولا انت رب العالمين دي اكبر من كل شيء هو اللي خلقنا وحطنا في البلد فشفتي النبي محمد عليه الصلاه والسلام طرش لنا من الصحابه قال روح حق البحرين وادعوهم حق الاسلام وعقب ما يوم بدون مشاكل هذول اسلموا اهل البحرين وطرشوا الجزيه وطرشوا الخير الهدايا يقولون ورشدهم حق النبي عليه الصلاه والسلام قال له من وين هذه؟ قال هذه اهل البحرين يسلمون عليك وطرشون لك هذه الهدايا قال اللهم اجعل هذا البلد امنا مستقرا
دعينا النبي عليه الصلاة والسلام. الله يوم حسن. أشلون بعش تبي؟ لا ما بقول ما عقب قولك قول. ما عقب لا قولي هذي خلقتها لا يعني قولي حقتها لا. هذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام والنبي منطقة من منطقة رب العزة سبحانه فجعل هذا البلد آمنا مستقرا وهذا البلد بيتم آمن مستقر بعون الله سبحانه بعون الله ولمت عيونه. لمت العيون يهدوهم الرحمن ويصلحهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا محسن حياتي انت ربيتي كلها في محرق محسن لا حديه حديه ما شميتي ما شميتي حتى البوبات يعني بعد الحر بعد طلعت من المحرق هذا الحد محرق واحد كله في المنفه محرق ما طلعت كله في اليد يعني بس هذا الحد الحين عاد شوفكنا من هال الحد يا حسن عاد قلت لهم الحد الحين تقرع الراس بهال الحد الحين الله يسلمك بس انا طلعت من عندها صغيره ربي هال محرق اي عاد شلون هال الشيء ربي المحرق انا عرسيت يعني 12 سنه تزوجت ايه امي وابي ميتين ويدتي عيوز وشايب وقال يلا خلنا خلاص الله يرحمني انا من جنة التعب المساكين خايفين علي وتزوجت والحمد لله رب العالمين اشتبع اهل محرق اكثر شيء انا يعني انا من 12 سنه حد يقول المحرقيه ادعو لها بكبرات انا على شط اقعد ليش مني انا اصغر منك بعد يعني اختي صغيره بعد بس ايه حلو حلو على قلبي انا حلو على قلبي هذول محرقين وتشوف لها يعني بس انا اقول يعني ما ادري ليش هل محرق يعني او ما محرق هو اللي طلع هل يعني هالطيبه هالاخلاق هالمعاني الطيبه في السنه الطيبه حياتي في كل مكان البحر كلها بحر كلها طيب كلها بحرين كلها بحرين شقت البحر وطلعت سبحان الله طلعها حق اهلها طلع حق اهلها الطيبين وكلهم طيبين وامي من الزنب الى الحد الى كلها ذاك اليوم في التجمع احنا في وين؟ قالوا الرفاق ما قلت لهم لا البحرين يا عيالي كلها من اوليها الى تاليها البحرين كلها فيها الطيب يا رب ان شاء الله ادعيهم يا محسن ان شاء الله يا هداهم رب العالمين ادعيهم كلهم حق عيالي وصلنا دي حق عيالي ما يحتاج لا يا امي يعني ما شاء الله عليك يعني حتى الانسان يتبارك بدعاءك تبارك لك العظيم حياتي انا اتصل بواحد ذيك الايام من قطر قال يما قلت له يما قال يما ادعي لي اول سلم علي حيون وتالي اكبر ثاني الحين يمكن يسمعني يمكن يشوف التلفزيون قال يا يما ابي استدعين لي قلت خليفة ابوي انت من اي هذه من كل مكان الخليج كلنا اهل نعم. كلنا اهل اي نعم كلنا متوخذين وكلنا متناسبين وكلنا الحمد لله وفضل الرحمن يبارك لنا ان شاء الله العظيم في هالبلد كامل كله الخليج قال يما انا شويه عندي ظروف ما عندي شغل مفنش قلت له انا بدعي لك وانت تتجه حق ربك وربك ما حطك في الموقف الا علشان يحبك يبيك تدعي موعد عقب 10 ايام 15 يوم اللي هو متصل بي حمد ذاك الايام يما قلت يما حياتي انت قال يما ترى الحمد لله رب العالمين الله افرجها قلت لها الحمد والشكر الحمد لله قال يما ايش تبي الحين؟ شو اطرش لك؟ شو اسوي لك؟ قلت ابيك انت سالم وقانم بخير ونعمه بس اي الحين باب عيالي كلهم صاروا طيبين كلهم هذه نعمه ما بعدها نعمه والله ما ينشبع من حكيك يا محسن ولا المشاهد انا متاكده ما حد ما وده يعني ان هالحلقه تخلص وهاللقاء يخلص لكن الوقت يعني مثل ما يقول سبقنا وقصدنا علينا يعني انا الحين انا بختم وياك بس ابي دعاء لك منك حق اهل البحرين انه يوحد ويالف بين قلوبهم لا اله الا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اهو القادر اهو القادر سبحانه اهو المؤلف القلوب سبحانه قادر على ان يمسح على قلوبنا كلنا وعلى ان يجمعنا اكبر احسن من اول واقوى من اول بقدره الرحمن بقدرة الرحمن ان شاء الله يجمعنا على الخير ينور ان شاء الله قلوب عيالي ويهديهم الكريم ويجمعنا وياهم ان شاء الله
وسلم ان شاء الله قوداتنا تاج راسنا وسلم الخليج كله ومقصره ومقصره.